وحوح يا بردي فتحط بما عندي مدينا خط تريفاس ما عندي ما زرت كاس وهي احلى خط لاحلى بدعه اخي بدعة احنا غلطنا معك مزحنا معك ومن مؤخرتك السماء شو شايفين هالخط؟ وبتوصلوا عليه السخانة وبتضلوا مشغلينا 24 ساعة على 24 يمين يشوفكم يمين لا بدكم ما صوت ولا وجع قلب سرقة؟ ايه سرقة وبركي حدا كمشنا؟ ايش يو بدن يكمشوا لأي كمشوا اطلعي على هالسطوح وشوفي كم شريط معلق بالخط الرئيسي ما حدا مشغل سخانة ولا آذانه على العداد كله سرقة كله سرقة طيب لك بنكمل لنا فيش تاع الكهرباء معقولة كل ما نوصل السخانة بدنا 100 عملية وعملية؟ على راسي بركب لك فيش طبعا ان شاء الله شريط بيضل هيك عامل عبور بنص الغرفه مثل حبل الغسيل بعدين سكرنا الشباك انتسفنا ايه مو على عيني يا بدعو بدنا نكفر عن ذنبنا معك نحن بعوعك الكهرباء حوح يا بردو بدعو ميت من بردو بدنا نمدله ندفيه وندعيله الله يعافيه وهي رح مرر لك اياه من على كنار الحيط مشان ما تتلبك فيه بنوب وهن بردان حبيبي؟ أكيد بردان، بردان لك مو بردان بس هي بردية، ستي لك عليه كم بطانية هلا بدي أبرو البرد قبل هاي بطانية شو بدان؟ طبطب عليه يي فهمت عليك دفي الرجلين بيدفى الجسم كله هيك بيقول لي جدي يشحنوك على صوب الحمير بسبب ما تعملك السنتي بكي من كهرب السنتي يس ليكو شريط مزلط مظبوط عدتك عما يا زبيتك صلو شي نبي يخاف توتر عالي مالنا فطان توتر عالي كهرب سين جنبي انا رايح اطلب له الاسعاف يا علي يا علي يا عفيف الكلب يا عفيف الوقت اطلع لا تضرب انت مني ملال كان بده ياخذ حنان والله خرب بيته حنان ايه حنان مين حنان شوفي ليش عم ترفع صوتك شوفي عندها 15 اخت ما عرفت تاخذ منه غير حنان بس هي ما بدها طبعا لانه انت لعبت لها بعقلها ايه فوت قدامي فوت بنحكي جوا فوت اشرب من دمك فوت اشرب جوا ما بدك كاسه يا قطه يا خرب بيتك طب فوت علي لحتى تخرب لك شوفي شادي يا زهره شادي اذا ما بقضي على مستقبل عزيز ما بكون انا هنا انا هاني مو حي الله Thank you.